ضيف حلقتنا لهذا اليوم هي فنانة شابة مبدعة جميلة دائما متألقة بأدوارها. لؤلؤة بصدفة بالبحار، هذا معنى اسم جمان. جمانة وردة بنفسجية، فأني بما أني أحب التميز الحمد لله أمي سمتني جمان. ولادتك وين كانت؟ بالعراق؟ لا، من أبويا ذا يضربني بالحزام، كان يضربني بالحزام، بس أنا كنت لابسة بجامتين وبلوستين جوا الفستان حتى ما كلش أتعب. الحب اللي صرحت عنه بأحد القنوات أو اللقاءات ما زال موجود لو تخليت عنه؟ أنا كلش نحسة وأحب الشيء يكون بيرفكت على قد ما يمكن. هذا مفاجأة للجمهور؟ نقول إن شاء الله من خلال برنامجنا؟ نقول إن شاء الله إن شاء الله. عمري 16 سنة اتخذت أول قرار بحياتي.